بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلوات وتم التسليم. السلام عليكم، مرحبا يا إخوان، الله يعطيكم العافية. اليوم حتكلم عن إصلاح موديل أرما فايزون، طبعا من شركة أرما. فالموديل هذا والتصميم هذا نازل منه 3 موديلات، اللي هو طبعا الفايزون والنيرو والبيج روك. فطبعا الموديلات هذه كلها توقفت بالشركة من الشركة بعد رفع دعوى قضائية من شركة تريكسس على الموديلات هذه، انها اخذ نفس التصميم حقها اللي هو تصميم الموديلات المنبطحة لموديلاتها. فطبعا هذا شيء غير كذا. طبعا شركة هوبيكو المجموعة القابضة لأرما أفلست، اشترتها شركة ثانية هورايزون. فالفكرة انه توقف الموديل هذا من التصنيع، فيعني قلت خليني أطلب القطع، والله يجزاه خير أبو عمار دعمنا وساعدنا في طلب القطع. طبعا نتمنى للشركة هذه إن شاء الله يعني يكون في موديلات أحدث وأخف وزن وأكثر يعني أداء. طبعا شركة تريكسس يعني للأسف هي طبعا زي ما أنتم عارفين مقرها في تكساس، فهي ولاية من الولايات المتشددة جدا، والعنصرية فيها يعني كبيرة. فطبعا يعني كشركة لها منتجات ممتازة جدا، أغلب موديلاتها تطور هايل، براءة اختراع، نظام TSM اللي يعني مميز جدا في موديلاتها إلى آخره، لكنها شركة وعندها طبعا دعم للصيانة لكل موديل، التطوير، شركة مستقلة صاحبها اللي هو مايك جينكس. فيعني الشركة قوية وهي الأولى على المبيعات في العالم بدون منازع، يعني هذه حقيقة، احنا ما بنمدح الشركة، لكن للأسف الحقيقة عنصرية في تعاملهم مع العملاء، مع الموزعين، سواء عفوا أقصد مع المتاجر في المملكة أو غيرها، يقول لك أرجعوا لوكيلنا في الصين. فالحقيقة يعني تعاملهم فيه غرور، وهذا بيأثر على الشركة رغم أنها شركة قوية يعني ولها منتجات ممتازة، لكنها إيش أقول يعني شركة حقت مشاكل الحقيقة. فهذه الشركة الأمريكية اللي اشتكت أرما وقفت الموديل، والحمد لله يعني الله يجزاه خير حبيبنا معمار عن طريق المواقع الشرائية قدر يوفر لي القطعة الناقصة. طبعا في قطعة مشابهة للقطعة دي وقطعة ثانية بيكون راكب فيها الماكينة، فطلبتها والله يجزاه خير أبو عمار، إن شاء الله بيأمن لي هي، وإن شاء الله بإذن الله نكمل الموديل بإذن الله من جديد. هذه القطعة حقته زي ما انت شايفين، وشفت ايش في عندي وهذه المسامير، وشفت ايش في قطع ناقصة من الموديل وطلبتها. طبعا عندي قطعة ثانية اللي هي خاصة اللي تم ماسكة في الديفرنس الوسط والجزء اللي فيه بعد كده راكب الماكينة، فيعني في جزء في قطعتين كمان الحمد لله اني لقيتها. هذه مشكلة كمان شركة أرما انه القطع ما بتتوفر في كل مكان، لكن إن شاء الله بإذن الله يعني مع اجتهاد المتاجر سواء في اللي في جدة أو في المملكة أو في أي دولة، يعني بيحاولوا أن يوفروا قطع أرما. طبعا هذا الموديل توقف زي ما وضحت لكم، والحمد لله توفقت أني طلبت له قطع ومنتظر إن شاء الله وصولها. طبعا زي ما تشايفين يا إخوان ديفرنسات حقتها كلها كهرباء، زي ما انت شايفين هذه الديفرنسات سواء الوسط او الديفرنس الخلفي، طبعا هو موجود هنا في داخل القطعة هذه، او الديفرنس الامامي. والفكرة منها طبعا اللي هو البلوك اللي يقفل الديفرنسات، طبعا هو ما بيقفل الديفرنسات يعني انه ما بيخليها بتشتغل، يعني ما هو موديل كراولر بيقفل الديفرنس الامامي وتشتغل الكفرات الخلفية، لا مو صحيح. هي الفكرة منها زي ما انتم شايفين يا اخوان لها 4 وضعيات، هنا ما هي مقفلة الديفرنسات، هي طبعا ما هي مقفلة يعني محطوطة على ترس معين بيكون اخف، والتكفيل هذا بيكون على ترس تقيل شوية،
لكنها ما هي مقفلة إنها ما بتشتغل، يعني بتشتغل الكفرات الخلفية لحالها والأمام لحالها، لا كلها بتشتغل لكن على ترس مختلف. فزي ما تشايفين هنا الوضعية الثانية فيها إغلاق الترس أو تغيير وضعية الترس اللي في النص. الوضعية الثالثة فيها إغلاق ترسين الخلفي والوسط، هنا إغلاق الدفرنسات كلها. طبعا الوضعيات هذه بتنفعك لو يعني استخدمت الموديل في طلع عالية، في مرتفع، أداء جنب، سبيد. فالوضعيات هذه لما بتغيرها زي ما انت شايفين، الوضعيات هذه لما بتغيرها بيختلف معاك أداء الموديل. فهذه ميزة الحقيقة يعني في موديل أرما. طبعا أرما شركة أوروبية، هي مقر القديم للشركة كان في بريطانيا لكنها شركة أوروبية يعني، فبتصنع القطع يعني في أكثر من دولة، لكنها موديل أوروبي. حتى مسمياتهم للموديلات حقتهم أوروبية، ومنتجاتهم منتشرة حتى في ألمانيا كمان بشكل كبير. فأرما شركة ممتازة الحقيقة، يعني قطعها ماتيريال، المواد اللي بتستخدمها زي ما تشايفين التصميم هذا أنا شايفه في إكسري، وهذا موجود في أرما. يعني الحقيقة شركة يعني عندها موديلات متينة وقوية جدا. عيب أرما إنه موديلاتها ثقيلة، يعني موديلاتها ثقيلة جدا، فالثقل في الموديلات بالذات الديزاين التصاميم هذه، الثقل ده بيأثر على 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 أداء الموديل، أو بيحتاج من الشركة إنها تركب عليها يعني مكاين قوية والتورك يكون فيها عالي وأداء الموديلات حقتها صاخب. بشكل عام أغلب يعني كل موديلات أرما أداءها صاخب جدا. فزي ما انتم شايفين هذا يعني انا ماني عارف الشركه هل ده دايناميت الشركه حقته المصنعه، لكنه طبعا هذا باشراف ارما. فشوف الماكينه ثقيله جدا مقابل هابي وينج، هذه الماكينه 2000 كيفي، ان شاء الله تكون الصوره واضحه، هذه الماكينه 2000 كيفي لكنها ثقيله جدا جدا. يعني انا ما يعني جربت او دورت على يعني وزن هاب وينج، لكن زي ما انتم شايفين يعني 389 جرام، يعني كمان 101 وانت داخل، عفوا 111 وانت داخل على نص كيلو الماكينه لحالها. فيعني ثقيلة الماكينة حقتها. فطبعا أنا طلبت للموديل ماكينة، الله يعطيه العافية أبو عمار ويعينه على طلباتنا العشوائية اللي كل شوية بنطلب، يعني كل ما نفتكر شيء بنطلبه، وهذا طبعا يعني بيسبب لخبطة في عملية الطلب، لكن الله يجزاه خير يعني عمره ما بيقول لنا لا. الله يعطيه العافية، يعني بنتعبه كثير لكن الله يبارك فيه. الحقيقة إنسان عملي جدا ومجتهد في عمله وما بيرد أحد في الطلب يعني، وبيجتهد قدر المستطاع. يعني أنا موديل يعني الموديل نفسه ماني لاقي له قطع وتوقف إنتاجه، لكن يعني الله يجزاه خير قدر يوفر لي القطع الناقصة. فالعفو، أنا دائما بتكلم في مقاطعي هي ما هي دعاية أبدا، هي شكر وتقدير. من لا يشكر الناس لا يشكر الله يا أخوان، هذه هي الفكرة وبس. يعني من شخص محب للهواية وبيساعدني، حتى لما جيت طلبت السيرف وطلبت نوعية معينة من بروتكت آر سي، الشركة الكورية اللي طالعة بقوة، يعني عندها منتجات كثيرة منزلاها في السوق وشحم، ويعني أشياء كثيرة الحقيقة بتبدع فيها الشركة الكورية اللي بنافسة لسافوكس. فطبعا وكمان سرعة الاستجابة وسرعة السيرفوهات حقتها إبداع الحقيقة بروتكت آر سي. فالله يجزاه خير، حتى أنا أشكره أنه يعني طلبت نوعية كانت أقل جودة يعني من نفس بروتكت آر سي، أقل يعني مواصفات. فيعني لما أرسلت له الطلب قال لي ليش في نوعية ثانية من بروتكت آر سي فيها مواصفات أفضل يعني تطلبها. فهذه الميزة الحلوة في أنك بتتعامل مع تاجر ومحب للهواية وفاهم وبيساعدك يعني بكل محبة. يعني هذه هي الفكرة يا إخوان، ترى الهواية هذه يعني مبنية على يعني على المحبة والتقدير. والحقيقة يعني أغلب محبين الهواية هذه أنا بشوفهم ناس مؤدبين وناس ذوق ومحترمين،
والعفو أنا ما بقصد أي هواية بتكون سيئة، لا، بس لكن الهواية هذه أخصها بالذات، يعني لها شخصيات معينة من الناس، يعني مو كل واحد بيجيب سيارة لاسلكي كهرباء سواء كان أي مسمى لها وبيستخدمها، لا، هذه شخصية معينة يعني بتستخدم الهواية هذه ومحبة لها. فالله يجزاه عننا كل خير، يعني تعبنا بطلباتنا والله يعينه علينا. ففي حتى في من الطلبات أحب كمان أني أديكم فكرة عنها، هذا من بروتكت أرسي شحم، طلبته الله يعطي العافية، جاب لي هو بعمار شحم ممتاز من بروتكت أرسي. لو احتجت لتشحيم أي موديل، التروس حقته، الدفرنسات، طبعا اللي هي الاسبارات الخارجيه، مو بيكون هذا خاص ب الدفرنس من الداخل، طبعا بيكون زيوت معينه ولها درجه معينه في متانه او لزوجه نفس الزيوت، يعني لها ارقام معينه 3000 4000 7000 للوسط، يعني كل جهة من الموديل بشكل عام بتكون لها زيوت معينة وبدرجة معينة، وهذه طبعا لها تأثير يعني في استخدام الموديل والاستهلاك اللي بيصير على الدفرنسات. وكمان الله يعطيه العافية والصحة، يعني هذا طبعا زيوت خاصة بالبيرنج، زيوت ممتازة خاصة بالبيرنج حق اللي هو طبعا الرمان للموديلات، لو عندك يعني رمان ما يكون تلف لموديل فكيته لقيته متالف، فتقدر تزيت الموديل بعد عملية التنظيف، تقدر تزيت الموديل تاني، فهذه طبعا نوع من أنواع الزيوت لتشحيم البيرنج. وكمان الله يعطي العافية، هذه طبعا زي ما شايفين الشحم الأبيض، هذا خاص بالدفرنسات، زي موديل اللي عندي من الشركة البريطانية اللي هو كوغر كيدي، اللي هي الدفرنسات اللي بيكون فيها رمان ما بيكون فيها تروس وبتنشت، فهذا طبعا نوعية الشحم اللي بتستخدم. طبعا هذه الشركة زي ما انتم عارفينها تيم اسيستنت اسوس عفوا تيم اسوسييتد، شركة قديمة جدا، وهي الشركة اللي بدت في الستينات بعد الشركة الإيطالية اللي بدأت في فكرة السيارات اللاسلكية، ايش بعدها من شركة اخذتها اللي هي تيم اسوسييتد، شركة قديمة ومنتجاتها يعني الناس كلها بتحبها الحقيقة، منتجاتها عالية الجودة ممتازة، ما يمنع ان شاء الله القدام اني اختار من موديلات الشركة هذه اي موديل، حقيقة شركة ناجحة وبدت من بداية الهواية من بداية الستينات، الحقيقة شركة ناجحة. وبعد كده طبعا انتم عارفين كيوشو، أول موديل بقي عام 1970، وكمان الشركة العملاقة اللي هي تامية اللي هي بدأت من 46 في المجسمات في السبعينات، قدمت يعني موديلات ار سي كار، وفي الثمانينات ابدعت وقدمت موديلات كثيره، طبعا ما يحتاج يعني تاريخ شركه تمايا اليابانيه، شركه رائعه جدا. فهذا طبعا نفس زي ما انتم شايفين، هذه طبعا اللي هو حق الدفرنسات. وكمان يا اخوان الله يعطي العافيه، وفر لي اللي هو طبعا خاص بالدفرنس حق الأكسل، ياتي إكسل، أنا عندي منها نوعين، الثاني هذا اللي بغلاف معدني جاهز، والثاني هذا للدفرنس الأمامي والخلفي، أنا أخذ له القطعتين هذه. طبعا هي ما خربت لحالها، السبب في خرابها إنه الواحد ما بيشيك على السيارة اللاسلكي اللي عنده، فبيخرب البيرنج، فبيختل توازن الإسبار حق الدفرنس ويبدأ يحك في الجزء الثاني اللي هو بيكون ماسك في درايف شيفت للموديل، فهذا سبب خرابه ولا ما خرب لحاله. رغم طبعا يعني بالنسبة لشركة أكسل
عيوب كثيرة في الموديل الكبير هذا. حتلقى كل شوية انت بتغير له حاجة، شوية حتغير الدرايف شيفت، شوية حتلقى قطع ألمنيوم لازم تركبها للموديل، مع الأداء يبدأ ينكسر الأجزاء اللي فيه، رغم انه موديل جميل جدا. وأخذت يعني شركة ريكسس تصميم الموديل هذا، وكمان أكسل سكور من نفس أكسل سكور ومن نفس الموديل هذا، شركة ريكسس أخذت تصميم موديل تريكسس ديزرت رير. فغريبة رغم أنه الشركة الأمريكية هذه ما اشتكتها، لكن الظاهر في حزيات، وهذا شيء واضح بين أوروبا وأمريكا أنه تشتكي تريكسس شركة أرما وتوقف لها الموديل. فالله يجزاه خير عننا، إن شاء الله لين ما توصل القطعة الثانية نبدأ بعملية تركيب الأسبار حق ديفرنس أكسلياتي إكسل. هذا بخصوص الموديل السابق. طبعا زي ما انتم شايفين يا اخوان موديل ثقيل، يعني انا ما بقدر اغير حاجه، يعني بغير شيء في الوزن حقه غير اني طبعا بغير الماكينه. ماكينه يعني ثقيله جدا جدا، فطلبت له ماكينه من هاب وينج اللي هي 1900 كيفي. يعني موديل مع الوزن هذا محتاج لعزم. لا تظنوا انه يعني زيادة الكيفي او على اساس رفع السرعة في الموديل، اذا كان الموديل ثقيل ما حيدي لك اداء السرعة. بتلاحظ النقطة هذه يعني بتميزها تمام لما تستخدم موديلات احترافية فيها الوزن للماكينة كل فترة، يعني كل ما بتستخدمها بتعمل وزنية للماكينة وبتجرب الأداء وبترفع التورك وبتخفضه، وبتشوف انه احيانا التورك هو مساهم في السرعة ما هو مساهم في خفض السرعة، على عكس ما الواحد بيتوقع انه التورك الكيفية العالي هو بيزود السرعة لكنه ما في طاقة اساسا لحركة الموديل. فالتورك مهم جدا للتوازن في أداء الموديل بشكل عام يعني. فزي ما تشوفين إخوان إن شاء الله بإذن الله بركب الموديل هذا، وزي ما قلت لكم أخذت له سيرفو من بروتكت آر سي وهابي وينج مكينة 1900 كيفي، وبإذن الله إن شاء الله نركب الموديل وتشوفوا أداء الموديل. طبعا أخذت له غلاف، ما أخذت غلاف الفايزون نفسه، رغم هذه نقطة كمان على الشركة أرما، يعني ماتيريال المواد حقتها جيدة. أنا بعيبها بالثقل الوزن، لكن والوزن الزايد اللي فيها، طبعا ممكن يستخدم معادن تاني أخف، فأكيد طبعا بتكون مكلفة أكثر، فهذه طبعا هي فكرة تجارية بحتة، لكن كموديل كمواد يعني قوية جدا. وغلاف الموديلات أرما يعني الكل بيلاحظ متانة الماتيريال المادة المستخدمة منه قوية جدا قوية جدا جدا، يعني بالذات الأغلفة حقتهم وماتيريال المواد. الحقيقة يعني شركة ما هي شركة سيئة أبدا، بس مشكلتها إنها الوزن الزايد فيها، يعني الوزن الزايد اللي فيها. إنما عملية التعديل هذه كل واحد، يعني أي واحد عنده موديل يقدر يعدل فيه ويغير ماكينة وسبيد إلى آخره. زي ما وضحت لكم يا إخوان الديفرنسات حقته كهرباء، وهذا طبعا الجزء الخاص ببرمجة نفس الدفرنسات، بقفل الدفرنسات زي ما تشايفين، إن شاء الله تكون الصورة واضحة. هذا القطعة خاصة ببرمجة الدفرنسات وقفلها وفكها، يعني هذه القطعة خاصة فيها. فإن شاء الله بإذن الله أني أكمل تركيب الموديل. أنا ما أخذت له طبعا الكفرات الخلفية في عملية الترفيع لأنه أنا ماني مهتم بالنقطة هذه، لكن اللي مهتم فيه أني بخلي الموديل بشكل الترقي. طبعا أنا أخذت له غلاف من برولاين حق شركة مورغان، نفس تصميم شركة مورغان، عجباني شركة مورغان. ممكن إن شاء الله للفترة الجاية أخذ منها، يعني إن شاء الله بإذن الله أخذ منها ترقي. مورغان روعة وموديلها كيت، ويعني موديل جيد الحقيقة، ومتين ماتيريال المواد المستخدمة فيه جيد الحقيقة شركة مورغان كمان. فإن شاء الله هذه في الفترة الجاية، لكن في الفترة الحالية إن شاء الله بشغل الموديل هذا وركب له غلاف مورغان إن شاء الله ترقي،
وكفرات ان شاء الله اخذت له وطلبت يعني اخونا ابو عمار اني ابغى كفرات ترقي اللي هي من برولاين، اللي هي الكفرات المعروفه اللي هي حقه الترقي وزي كذا، فان شاء الله اني اقدر استفيد من الموديل هذا واشغله في الفتره الجايه. وسلامتكم، الله يعطيكم العافيه، اخوكم ياسر باجهموم.